غلى الاسعار ملاحق المواطن اللبناني كيف ما برم، حتى الادويه في فرق بين صيدليه والثانيه. يعرفوا الادويه شو صارون؟ عم نعرف شو اسعار الادويه، عم نعرف شو بدي اسعارهم هو. بين فرماشيه وفرماشيه عم يتراوح ما بين ال 152 لل 176، عم يفرق معنا ليوصل لل 128,000. فروقات واضحه، المواطن يلي اليوم عم بيعد الليرة فرق 2 و3% بيأثروا معه، في أدوية بتفرق 22,000 ليرة، مانا كلمة بتتم 22,000 ليرة، إذا الفرق سبب تبعه إنه كل جمعتين عم بيصير في تغيير للأسعار بسبب المؤشر العالمي، وإنه الصيدلي اليوم إذا بده يقعد يغير أسعار 7,000 دواء على الإتيكيت أو على السيستم ببطل عنده أي شيء ثاني يعمله غير إنه يغير أسعار، وما بنقدر ننكر كمان إنه الصيدلي دوره أكبر بكثير من إنه بس يبيع دواء كأنه شيء دكانة أو يقعد يسعر، وإنه الحق منه على الصيدلي بس هيدا الشيء نحن ما بنذكره، ولكن في خلل من الجهات المعنية، ما حدا عم يتحرك لحتى يمنع هيدا التفاوت والفرق بالأسعار. حضرتكم وقت اللي عملتوا التقرير كان التقرير عن دواء فرق تقريبا 20%، كان بالخطأ هيدي اللي أنا أعطيتكم إياهم واللي صار فيهم خطأ بالقراءة، هو الفواتير اللي بريلينتا، أن أرى أنه على أساس 167 هي اللي صار، اللي فوقه اللي جزاريلته اللي 167. فرق الأسعار له عدة أسباب، ثلاثة هن. أول سبب هو الباريتي، يعني فرق الأسعار نتيجة فرق العملات. عامل الثاني هو اليورو 1، اتفاقية اليورو 1. اليورو 1 هي الاتفاقية اللي صارت بين أوروبا ولبنان على أساس إنه نحن بنلغي الجمارك على الأدوية، مش بس على الأدوية، على كل المستوردات من أوروبا، وهن بيلغوا الجمارك عن اللي بنصدرهم لعندهم. العامل الثالث واللي هو كتير هذا مزعج والأكثر شيء عم يفرق بالأسعار، إنه في شيء بسموه إعادة دراسة السعر للأدوية المسجلة بلبنان من قبل لجنة اسمها لجنة التسعير بوزارة الصحة. يعني إذا شخص عنده صيدلية ما عنده كونتاكت مع وزارة الصحة، بمعنى إنه هو ما بيفوت على إنترنت أو ما عنده إنترنت بصيدليته، ما عنده كمبيوتر، وبالتالي بجهد شخصي أحيانا بيعرف أو بالصدفة بيعرف، لأنه بيع دواء اشترى من الوكيل لقى مثلا سعره كان 100,000 صار 50,000. انا واحد من الناس اللي عندي سيستم وعندي كونتاكت مع وزاره الصحه ومع هيدا، انا وقت اللي بيجي بلاقي 8,000 او 9,000 صنف ادويه نزلوا، انا ما في بحبش ال 8,000 لشوف اي واحد نزل الا ما عم اقول لك بالصدفه. هلا هيدا بعطيك اياه مثال جديد، نحن ما تبلغنا بهدول الادويه انه نزلوا، هيدا فرق السعر 50% نازل، انا بالصدفه امبارح اشتريته من عند الوكيل لحتى عرفت انه سعرهم تغير، شو اللي عملته؟ حطيته ولاحظته على جنب. هيدا اللي عم بحكيه مش بالخطأ، هيدا وارد يصير بكل صيدلية ما بيتحمل مسؤوليته الصيدلي، بيتحمل مسؤوليته أنه وزارة الصحة بنفس اليوم اللي هي بتكون عم بتنزل السعر لازم تبلغ الصيدليات، وبالتالي أنا هون عندي فاتورة المشتريات طولته من المستودع أنا جايبه على أساس 152,000، ومع هيدا فاتورة المبيع اللي صارت بعده بكم يوم ب 145,000، وهيدي الخسارة أنا تحملتها، مش ما حدا بيعوض لي عليها. أنا بهمني يستفيد المواطن بس مش على حساب الصيادلي، وإلا بعد فترة إذا بنكمل هيك نحن الصيادلة ثلاث أرباعها بتفلس وبتسكر. بتمنى على الوزارة تعيد النظر بآلية التسعير اللي عم بتصير هلا، يا منسعر كل 6 أشهر يا منسعر كل إعادة يعني السعر المرتبط بالعملات نعمله كل سنة. بهيدي الحالة ما بقعد في مبرر للصيدلي يقول انه انا ماني اب تو ديت على الاسعار، نحن لنا محاسبين منا بياعين، نحن في شغل لازم نهتم فيه، هو شيء له علاقه بصحه المريض، نحن حاليا بكل بساطه بقول لكم نحن مش عم نهتم بصحه المريض مثل ما لازم، لانه ما عم نلاقي الوقت الا لنتابع الاسعار ونتابع تفاصيل الادويه بطلعاتها ونزلاتها، هذا الموضوع لازم يشيلوه عن ظهرنا بقى، درسنا 6 سنين صيدلي مش لحتى بس نقرا روشتة ونشوف السعر وتفضل تفاعوا هذا الصندوق حطينا المصريات، ابدا مش هذا هو، لو هيك انا بقول خليني يلغوا مهنه الصيدلي اذا هذا هو اللي بده يسووه، ويعلموا العالم اللي بده يشتغلوا بهذه المهنه بيدرسوا 3 أشهر 4 أشهر بيصيروا بيعرفوا يقروا روشتة احسن مننا، بيعرفوا يحطوا مصاري بالصندوق احسن مننا.